بسم الله يلا شكرا جزيلا على هذه البدايه الذهبيه، وتنشكر السي كلوب دكتور كلوب، وتنشكر الطاقم ديالو جميع العناصر اللي في هذه الجمعيه ديال السلام، لاننا لله الحمد في وطن السلم والسلام والامن والامان والتعايش والمعايشه والتسامح. شكرا سي عبد العالي، وتشكروك مرة أخرى على حسن الكرم والضيافة. الحمد لله استضافة في الغرفة الفلاحية ديال زيت فاس. شكرا ولي بالرجل. شكرا. شكرا. شكرا سيدي الفاضل. أعزك الله بسم الله. شكرا جزيلا. ألف مبروك. شكرا. ربنا ينفع بك يا رب إن شاء الله. إن شاء الله آمين. نلتقي في الصحراء بإذن الله. إن شاء الله آمين، قريب ما هو بعيد بإذن الله. إن شاء الله. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية والأفضل الصحية، وأن نكون مباركين إلى محل إن شاء الله. آمين وشكرا. وأصالت النفس والنيابة عن جميع المغاربة، نتمنى لكم التوفيق والسعادة في أفعالكم وفي وشكرا لكم سيدي الفاضل الرجل الذي نحتفل به وبامثاله فضيلة العلامة المحترم. شكرا. بارك الله فيك وفي نفسك وفي اهلك باذن الله. شكرا. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. العفو. سبحانك اللهم انك عفو كريم تحب العفو. سيدي نفسك دابا سيدي مرتك تعال تعال. سبحانك اللهم وبحمدك واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد يا قائم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ان الجليل الاكرم يرضي انك سميع عليم. شكرا للحضور ديالكم بزاف، كنشكركم على الله انتم الناس عزيز عليكم. والحمد لله رب أنا معكم سنة دائما والله. الله الذي لا تضيع ودائعا. الله ينور.